في أزقة هذا المخيم الكثير من تفاصيل الفرح رغم صعوبة الحياة. شو اللعبة هذه؟ مازات. مازات؟ مازات ها؟ أنت بتلعبها كده تطلق فيها؟ بسيطة جداً شوفها. صح ولا لا ها؟ شوف. تعال هنا شوفها. تعال. تعال 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 نروح شوية كده ها. صح؟ طلعت واحدة فوت واحدة بتشوف. طلعت واحدة. يا أسئلة تتخذ. أخذها كلها. تعال تعال تعال. أنت شو اسمك؟ أحمد. أحمد؟ وانت شو اسمك؟ قيس. قيس. وانت؟ يونس. تدرس ولا ما تدرس؟ لا أدرس. والله في صف انت؟ انا سابع. الفئات العمريه للسوريين في الاردن تعتبر فتيه، فيشكل الاطفال ممن اعمارهم اقل من 15 سنه نحو 45% من المجموع الكلي لهم. ولكل عائله في هذا المخيم حكايه، ونحن كنا على موعد مع حكايه لم نكن نتوقعها. وانت تا 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 تا